واحد النهار طارق مزيان طلع المنصة هدر مع العسكر ديالو هما يدخلوا الأندلس. حتى أنا كان عزيز عليا نطلع المنصة، بو استغلني هو يردني بحال هكا. مالي يديك خفيفة؟ سميتك طارق وكتشطح فوق الكوارو. طارق بن زياد راه ما كانش لوبيا. انا راجل. شنو هو؟ انا راجل. دوي واش بغيتينا نقطعوا لك يدك؟ صاحبي قول لي شي حاجة. انا راه عندي العربي عز ليا من ولدك، قالوا لي شرفو خاصك تدبعو. هي تا بنادم الى شرف خاصهم يدبعو، يا بان لهم غا العربي، العربي اللي بان لهم صافي. شوف اخو العربي، انا بحالي بحالك ولا كثار منك. انا قالوا لي ذبح كنذبح، نذبحوا في الحواله. اللهم الحواله ديال بصح تذبح فيهم ولا الحواله اللي كتعيش معاهم. ما تبكيش، ما تسلم، ان على الوقت تبكي على ما. شوف احنا بحال عايشين في شي ماتش تاع البوكس، واصلا النهار كنت زادو مكرش منا وكنت زادو باللي قاس. الا ما ضحكتيش على راسك كتجي للارض كطيح بالقاو، وتحسب القاو كيوقف عليك شي واحد كيبدا يحسب لك.